السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة الكتاب الفضائية من غزة، أستهلها بأبرز العناوين. كيري يؤكد إحراز تقدم خلال مباحثات السلام نحو اتفاق إطار، ومؤسسات ترصد تصاعد انتهاكات الاحتلال الأسبوع الماضي. اتفاق فلسطيني سوري يقضي بفك حصار مخيم اليرموك بعد انسحاب المسلحين منه، وخيمة تضامنية مع المخيم في غزة. مصر تبلغ قطر رفضها التدخل في شؤونها بعد اتهام الأخيرة لها بقتل المتظاهرين وارتفاع قتلى أمس ل19. أهلا بكم إلى التفاصيل. كشف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عقب اجتماع ثان عقده مع الرئيس محمود عباس، كشف إحراز تقدم نحو اتفاق إطار بين حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية. وقال كيري خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن إسرائيل والفلسطينيين يحرزون تقدما نحو التوصل إلى اتفاق إطاري للسلام، لكن الجانبين لم يتوصلا إليه بعد. أود أن أقول أننا نعمل بصورة مكثفة جدا وبجدية مطلقة والتزام بالوصول إلى حل نهائي لقضية وصراع مستمر منذ سنين. خلال الجولة هذه هناك احتمال للوصول لخطوط عريضة لاتفاق ينهي هذا الصراع، خطوط عريضة يمكن أن نبدأ من خلالها مفاوضات جدية. لا أنكر أن العملية صعبة، لكن في المقابل هناك نوع من التقدم. لقد جاء السيد كيري وبذل كل جهد من أجل أن نصل لحل مبني على خيار الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة بجانب دولة إسرائيلية على حدود 67. نقاشاتنا لا تهدف للوصول لحل جزئي أو مؤقت، ولكن نفكر بحل دائم وشامل، ولذلك نحن نناقش قضايا محورية وعميقة. أكرر، لا أحد له مصلحة في استمرار شلال الدم. نحن الفلسطينيون معنيون أكثر من غيرنا بإنهاء هذا الصراع. إلى ذلك، رصد تقرير أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية والمشاريع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية خلال الأسبوع الماضي. وجاء في التقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن نية حكومته الشروع في بناء 1400 وحدة استيطانية جديدة بعد انتهاء زيارة كيري للمنطقة. بالتزامن مع الزيارة العاشرة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى المنطقة لدفع عملية السلام، كشف تقرير حقوقي تصاعد اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي. ففي تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، جاء فيه أن الاعتداءات مستمرة بل ازدادت ضد الفلسطينيين والمسجد الأقصى عدا عن مشاريع الاستيطان. في حين كشف التقرير عن نية حكومة الاحتلال بلورة ما يسمى بالكتل الاستيطانية في الضفة والقدس، حيث قررت اللجنة الوزارية الإسرائيلية المصادقة على قانون ضم منطقة الأغوار الفلسطينية وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها. ووفق التقرير فإن حكومة الاحتلال صادقت على بناء 1400 وحدة استيطانية جديدة تزامنا مع إطلاق الدفعة الثالثة من الأسرى القدامى ما قبل أوسلو الأسبوع الماضي. أما في القدس المحتلة فقد أشار التقرير إلى أن مشاريع الهدم والتدمير في المدينة والتي أصبحت تنفذ بشكل علني، حيث أخطرت بلدية الاحتلال بهدم مسجد القعقاع ومبان سكنية بحجة البناء دون ترخيص. وفي الخليل أدت مجموعة من المستوطنين طقوسا تلمودية في منطقة حسكة بمدينة حلحول شمال المحافظة، كما اعتدت على 3 عمال قرب جدار الفصل العنصري بقرية الرمادين، مما أدى لإصابتهم بردود وكسور. وتستمر الاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين بالإضافة إلى مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية رغم استمرار محادثات السلام، وكأن إسرائيل تستغل التوقيت الزمني للمفاوضات وتضرب بعرض الحائط المساعي الدولية للتوصل للسلام. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر ينضم إلينا الدكتور عمر جعارة المختص في الشؤون الإسرائيلية من نابلس. دكتور عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام.
دكتور عمر، يعني يلوح في الأفق الحديث الآن عن القرب إلى وصول اتفاق أو إلى الوصول إلى اتفاق إطار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يعني تأثير مثل هذا الاتفاق إذا وقع على الفلسطينيين؟ حقيقة أن الأمريكيين إذا أرادوا أن يكون هناك اتفاقا سيكون هناك اتفاقا، لأن هذه المفاوضات هي مفاوضات أمريكية وليست فلسطينية إسرائيلية. يجب أن ندرك هذا البعد الأمريكي القوي في منطقة الشرق الأوسط، وليس فقط على الحلبة الفلسطينية وإنما على كل ما يدور في الشرق الأوسط. وبالتالي سواء كان هناك إعلان مبادئ كما هو الحال في مدريد، أو هناك أوسلو، أو هناك نيو بوليس، أو شرم الشيخ، أو مفاوضات باريس، أو مفاوضات واشنطن، أو مفاوضات القاهرة، أو مفاوضات واي ريفر، فإن كل هذه المفاوضات هي قائمة على أسس إسرائيلية أمريكية ثابتة. وهي أولا الآن في الإعلام الإسرائيلي ظهر لأول مرة في نشرة الساعة الخامسة من هذا المساء أن الاستيطان أصبح موادف للأمن الإسرائيلي. يعني أمن يعني استيطان، في استيطان يعني في أمن، ما في أمن ما في إسرائيل. هذا ما قاله جدعون ساعر وهو المرشح الرجل الثاني في الليكود في حالة هزيمة نتنياهو، علما أن هزيمة نتنياهو هو أصبح الرجل الأضعف في حزب الليكود. طيب دكتور، فيما يتعلق بموضوع الاستيطان تحديدا، يعني الإسرائيليين يعلنون عن نيتهم بالشروع في تنفيذ 1400 وحدة استيطانية جديدة فور مغادرة كيري، يعني الاستيطان ما زال مستمر حتى هذه اللحظة، وفي نفس الوقت المفاوضات ما زالت مستمرة، كيف تنظر إلى هذه الحالة؟ نعم، هذا دليل على أن المفاوض الفلسطيني لا يملك من أمره شيئا. لماذا؟ لأن أرييل وزير الاستيطان في حكومة نتنياهو الحالية قد أعلن عن مشروع استيطاني ب 23,000 وحدة سكنية، واعتبر هذا الإعلان إعلانا غبيا من جانب البيت اليهودي وهو من عناصر البيت اليهودي. ومع ذلك أوعز نتنياهو على تخفيف هذه النزعة وهو يعلن عن 1400 وحدة سكنية. لو تتبعنا خط بيان الاستيطان في الضفة الغربية منذ عام 1967 حتى عام 1993، كان الاستيطان في الضفة الغربية لا يزيد عن 10% مما هو عليه الآن، أي بمعنى أن الاستيطان منذ عام 1993 حتى 2013 قد تضاعف أكثر من 1000 مرة. وبالتالي إن هذا الحجم الكبير من الاستيطان والذي يتكلم عنه الإعلام الإسرائيلي بحيث يصل الرقم إلى 500,000 مستوطن الآن في الضفة الغربية، وأن الاستيطان هو كما يقولون على أراضي سي، وأن هذه الكتل الاستيطانية تأخذ طابع المدنية المسلحة المنظمة مثل تاج محير وغيرها. وبالتالي أصبح الاستيطان هو لم يستطع الفلسطيني أن يوقفه بأي مرحلة من مراحله. نعم، أشكرك جزيلا الدكتور عمر جعارة، مختص في الشؤون الإسرائيلية من محافظة نابلس، شكرا جزيلا لك. أصيب مواطنان بجراح بين المتوسطة والخطرة جراء انفجار جسم مشبوه شرق بلدة القرارة الواقعة شمال شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي الضفة الغربية أصيب عشرات المواطنين في قرية رمانة غرب جنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، فيما تم دهم بلدة يعبد وتنفيذ حملة تمشيط واسعة داخلها. قوات الاحتلال تحتجز عددا من المواطنين على حاجز عسكري على مدخل يعبد جنوب جنين، فيما تواصل نصبها الحواجز على مدخل البلدة. إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحامها قرية رمانة غرب جنين. مستوطنون متطرفون يقتحمون أراضي المواطنين وسط مدينة الخليل ويعتدون على أحد المنازل في شارع الشهداء. اندلاع مواجهات بين عشرات المواطنين وجنود الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل دون وقوع إصابات. الاحتلال يداهم عددا من البلدات والأحياء في محافظتي بيت لحم والخليل دون تسجيل اعتقالات.
حذر وزير الأسرى في الضفة الغربية عيسى قراقع إسرائيل من التلاعب بأسماء الدفعة الرابعة والأخيرة من أسرى ما قبل أوسلو، وقال قراقع إن هذه الخطوة لو حدثت ستدفع السلطة الفلسطينية للتوجه إلى المحاكم والهيئات الدولية لمقاضاة إسرائيل. وعد حديث إسرائيل عن خلو قائمة الدفعة الرابعة من أسرى القدس والداخل المحتل عام 48 عدها إخلالا بالاتفاق السابق. قالت منظمة التحرير إن الاتفاق الذي وقع منذ يومين بين وفدها والحكومة السورية لإنهاء أزمة مخيم اليرموك دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، وعليه فإن المسلحين سيخرجون إلى أطراف المخيم لتبدأ عمليات إغاثة اللاجئين داخله. وفي غزة شارك العشرات من الشباب النشطاء والصحفيين وفصائل فلسطينية في الخيمة التضامنية التي أقامتها المبادرة الشبابية الفلسطينية بهدف دعم اللاجئين الفلسطينيين المحاصرين في مخيم اليرموك، خاصة بعد استشهاد عدد منهم جوعا وقصفا. أنا معهم أجوع من أجلهم، شعار أطلقه مبادرون فلسطينيون ليوم التضامن مع أشقائهم اللاجئين المحاصرين في مخيم اليرموك في سوريا منذ سبتمبر أيلول من العام الماضي، وأودى بحياة قرابة 30 شخصا جوعا حتى الآن. لم يغب الأطفال عن مكان التضامن حاملين نعشا أبيض كطفولتهم البريئة التي تنغصها إسرائيل بحصار أشبه في تفاصيله حصار اليرموك. إحنا جايين عشان نتضامن بمخيم اليرموك عشان نساعدهم، عشان هم محاصرين فإحنا بدنا نساعدهم نجيب لهم الطعام. أنا بدي أتضامن مع الأطفال في اليرموك، وبدي أحكي للعالم إنه يقف جنبهم، وكل العرب يقوموا يقفوا ويصرخوا بصوت عالي يساعدوا الأطفال في سوريا في اليرموك. النشطاء الشباب أكدوا وقوفهم بجانب المحاصرين في اليرموك ودعوا لإيصال المساعدات لهم وفك حصارهم. في قطاع غزة الآن هنالك تفكير بإطلاق حملة تبرعات لجمع تبرعات لأهلنا المحاصرين في مخيم اليرموك. تواصلنا مع بعض المؤسسات التي لديها مكاتب في سوريا بغرض تحديد آلية لإيصال هذه المساعدات إلى أهلنا في اليرموك. أنا معهم حتى نقول يا سوريا، يا مخيماتنا هناك في سوريا، يا يرموك، يا كل المخيمات، نحن كشعب فلسطيني كمبادرة شبابية نحن معكم. حركة حماس دعت لفك الحصار عن المخيم أثناء مشاركتها بيوم التضامن الذي أقيم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة. نحن ندعو كل الأطراف المتنازعة في سوريا إلى ضرورة التعاطي بإيجابية مع المبادرات والمقترحات المقدمة من الفصائل الفلسطينية والتي يمكن أن تمكن وأن تؤدي إلى وقف أعمال القتل التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات السورية. وتشير الإحصاءات أن قرابة 1800 فلسطينيا قتلوا منذ بداية الصراع في سوريا وسط دعوات لتحييد مخيمات لجوئهم لكونهم ليسوا طرفا به. نجوع لأجلهم شعار أطلق من غزة المحاصرة لمخيم اليرموك المحاصر، يدون تاريخا بأن الفلسطيني لا ينسى أخاه الفلسطيني أو يتركه وحيدا في محنة إن لم تحل قريبا، فربما يكون مصير فلسطيني اليرموك القتل إن لم يكن قصفا فجوعا. محمود أبو سيدو، قناة الكتاب الفضائية، قطاع غزة. غادر الوفد الإيطالي التضامني قطاع غزة بعد زيارة استمرت ليومين زار خلالها العديد من المناطق في القطاع، وتفقد الوفد عدة قطاعات سواء على الصعيد الزراعي والحياتي بالإضافة إلى المناطق والعائلات المتضررة من الحروب الإسرائيلية على غزة. الوفد طالب قبيل مغادرته بتحقيق الوحدة الوطنية بين شطري الوطن، ووعد بنقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى الخارج. هذه الزيارة جاءت لتقوي التضامن الإيطالي مع الشعب الفلسطيني، وما شاهدناه في قطاع غزة يشير إلى جريمة إسرائيلية واضحة، ونحن ندعو من هنا إسرائيل لتوقف هذه الجريمة المتمثلة في الاحتلال. رسالتنا كانت إلى الفلسطينيين
أن تعملوا لإنهاء هذا الانقسام الذي يضر القضية الفلسطينية بشكل مباشر ويضرنا أيضا بشكل مباشر كمتضامنين في الخارج. عندما نتحدث مع حكوماتنا ومع أحزابنا ومع برلمانياتنا برلمانيينا السؤال الذي يقوله باسم من تتحدثون وباسم أي فلسطين تتحدثون؟ كنت أتوقع أن أأتي إلى هنا لأقدم المساعدة والدعم المعنوي، ولكني أعود مدعومة بافتخار واعتزاز هذا الشعب الفلسطيني. إرادتكم هذه هي مثال لكل شعوب العالم التي تقع تحت الاحتلال. أنا سوف أعود لإيطاليا لأخبرهم عن الشعب الفلسطيني الذي يريد أن يعيش ويريد فلسطين حرة وعاشت فلسطين حرة. تعود من جديد مشكلة غياب الأماكن الترفيهية المخصصة للأطفال على مستوى قطاع غزة، خاصة مع بدء إجازة نصف العام الدراسي لطلبة المدارس، وتعد المخيمات من أكثر المناطق التي تعاني من غياب هذه الأماكن، الأمر الذي جعل الشوارع والأزقة المكان الوحيد أمام الأطفال لقضاء إجازتهم. يتجمعون لعقد صفقاتهم الخاصة. لغة التعامل هنا هي هذه الكرات الزجاجية أو ما تعرف بالبنانير، اللعبة الأكثر انتشارا في أزقة مخيمات قطاع غزة بسبب محدودية الخيارات الترفيهية لطلبة المدارس مع بدء إجازتهم النصفية. أما هؤلاء فجعلوا من أحد الشوارع ملعبا لكرة القدم، شكل آخر من أشكال قضاء الإجازات. يعني إحنا دائما بنلعب هنا كورة، فيش نوادي يعني عندنا في مغازي، الملعب كبير، أما هنا الملعب عندنا صغير، دائما خماسي بنلعب 5-5 زي هيك. غياب الأماكن الترفيهية كان الجامعة بين المخيمات، فالكثافة السكانية ومحدودية الأراضي ربما كان السبب الأبرز بحسب سكان المخيم، أمر جعل الشارع المكان الوحيد للأطفال. هذا بيؤدي لحدوث حوادث وحدوث مشاكل ما بين الأطفال، وهي المشاكل بتؤدي لوجود مشاكل كمان عائلية ما بين أهليهم. كمان في حوادث الطرق بالذات، إنه هاي شوارع وشوارع واسعة وفي استخدامات للمركبات وللفزب. وفي ظل الأزمة الاقتصادية للجهات المعنية بمرافق المخيمات، يبدو أن الشوارع والأزقة ستبقى متنفسا للطلبة مع كل إجازة تمر عليهم على الأقل خلال السنوات القليلة القادمة، كما يرى المتابعون. من خلال اللعب بهذه البنانير والعودة إلى الألعاب الشعبية، يقضي الطلبة في قطاع غزة إجازتهم السنوية في ظل غياب شبه كامل لأماكن الترفيه في المخيمات، واقع فرضته حياة اللجوء وقلة الاهتمام. باسل العطار، قناة الكتاب الفضائية، من مخيم المغازي وسط قطاع غزة. أصيب 5 مواطنين في انهيار سور حديدي لمدرج ملعب الدرة في دير البلح وسط قطاع غزة، ونقل المصابون 5 إلى مستشفى شهداء الأقصى، حيث وصفت المصادر الطبية حالتهم بين الطفيفة والمتوسطة. وقع الحادث قبيل انطلاق مباراة خدمات النصيرات وخدمات الشاطئ ضمن مباريات الأسبوع 13 من بطولة الدوري في غزة. أهلا بكم في الملف العربي والدولي، ونبدأ من مصر، حيث استدعت الخارجية المصرية السفير القطري في القاهرة لإبلاغه رفضها بيانا أصدرته الخارجية القطرية، انتقد قتل الحكومة للمتظاهرين واعتبار جماعة الإخوان إرهابية، معتبرة ذلك مصر تدخلا في شؤونها. يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه حصيلة قتل اشتباكات الجمعة بين الأمن المصري ومتظاهرين معارضين للنظام، ارتفع إلى 19 قتيلا. ضمن دائرة العنف المتصاعدة في مصر، سقط عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات بين قوات الأمن ومؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين في 4 مدن، ومن بين القتلى وفق مصادر طبية في مدينة الإسكندرية امرأة ورجل قتلا بطلقين ناريين في اشتباكات بالمدينة استخدمت فيها الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع، بينما استخدم مؤيدو الإخوان الألعاب النارية والحجارة.
وزارة الصحة قالت إن 10 شبان سقطوا في القاهرة، بما قتل 3 آخرون بعد إصابتهم بأعيرة نارية في الرأس والصدر خلال اشتباكات في منطقة الفيوم التي تقع جنوب غربي المدينة وفي الإسماعيلية، وهي إحدى مدن قناة السويس. ذكرت مصادر طبية أن شخصا قتل بطلق ناري في الصدر خلال اشتباكات بالمدينة سقط فيها مصابان بطلقات نارية أيضا. يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه مصادر أمنية وطبية في المنيا جنوبية القاهرة إن طالبا جامعيا قتل بطلق ناري في البطن خلال اشتباكات وقعت في المدينة، بينما قالت المصادر إن 3 طلاب آخرين أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى الجامعي بالمدينة. وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية قد دعا إلى أسبوع من التظاهرات تحت عنوان الشعب يشعل ثورته، يبدأ من الجمعة وصولا إلى ما سماها بمليونية حاشدة الأربعاء المقبل تحت اسم الشعب يدافع عن رئيسه، وذلك تزامنا مع محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي. وفي بيان للتحالف قال فيه إنه سيواصل إجراءات التصعيد مع بداية عام جديد، وصفوه بأنه سيكون عام الخلاص وانتصار الثورة. أعلنت الوكالة اللبنانية للأنباء وفاة المعتقل السعودي ماجد الماجد الذي يشتبه به بأنه أحد قيادات مجموعة كتائب عبد الله عزام التي تبنت التفجيرين اللذين استهدفا السفارة الإيرانية في بيروت قبل 1.5 شهر تقريبا. وقالت الوكالة إن الماجد توفي إثر تدهور حالته الصحية بعدما تم القبض عليه منذ أيام من قبل المخابرات اللبنانية. لبنان تعلن وفاة ماجد الماجد زعيم كتائب عبد الله عزام المرتبطة بتنظيم القاعدة بعد 3 أيام على اعتقاله. تم القبض على الماجد وهو في حالة صحية سيئة، وذلك عند مغادرته مستشفى كان يجري فيه غسيلا للكلى. يعد الماجد الذي يحمل الجنسية السعودية أحد أبرز المطلوبين العرب للمملكة العربية السعودية، وهو مدرج على لائحة المطلوبين 35. تلقى الماجد تدريباته مع كتائب عبد الله عزام في مدينة أصفهان الإيرانية. صدر حكم قضائي بحق الماجد عام 2009 بتهمة الانتماء لتنظيم فتح الإسلام الذي خاض معارك طاحنة مع الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في لبنان عام 2007. اتهمت لبنان الماجد بالوقوف خلف تفجير السفارة الإيرانية في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 19 نوفمبر الماضي، والذي تسبب بمقتل أكثر من 25 شخصا، وذلك بعد تبني أحد قياديي كتائب عبد الله عزام المسؤولية عن التفجير. وإلى سوريا، حيث تعرضت عدد من خطوط الغاز في سوريا لحرائق ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق وانقطاع إمدادات الغاز عن محطات توليد الكهرباء خصوصا في ريف دمشق. وأعلن وزير النفط السوري عن استهداف خط الغاز العربي بمنطقة البيطرية بريف دمشق، ما أدى إلى نشوب حريق وانقطاع الغاز عن محطات توليد الكهرباء بالمنطقة الجنوبية. كما تم استهداف خط الغاز في منطقة الزارة في ريف حمص، ما أدى لاندلاع حريق فيه تسبب بانقطاع الكهرباء في حمص. هذا ورست مقاتلة صينية تشارك في مرافقة شحنات الأسلحة الكيماوية السورية إلى خارج البلاد، رست في قبرص في إطار المهمة الدولية التي تأخر تنفيذها. وقال وزير الدفاع القبرصي فوتيس فوتيو بعد اجتماعه بالمسؤولين الصينيين إنه يتوقع أن تبدأ المهمة في أي لحظة ولكن خارج البلاد. لا يمكن لقبرص أن تستخدم كمكان لتدمير هذه الأسلحة الكيماوية، ولقد تلقينا تأكيدات من الأمم المتحدة ومن جميع الدول المشاركة في هذه العملية بأن تدمير هذه الأسلحة لن يجري في منطقتنا. وحسب المعلومات التي لدينا حتى هذه اللحظة فإنه يمكن أن تبدأ هذه العملية في أي يوم من الأيام. وإلى العراق، حيث سيطر مسلحون من القبائل العراقية على مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار بعد قتال عنيف اندلع مع القوات الحكومية منذ يومين
ووفقا لمصادر عراقية فقد أسفرت الاشتباكات عن وقوع أكثر من 100 قتيل من القوات الحكومية ومسلحي العشائر، وتفجر القتال إثر اعتقال القوات العراقية بالرمادي النائب أحمد العلواني، وبعد ذلك امتد القتال إلى الفلوجة وعددا من القرى والبلدات المجاورة. قالت مصادر طبية هندية إن 13 عاملا على الأقل قتلوا إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء في قرية هندية في ولاية جاوا السياحية، بينما لا يزال آخرون عالقين تحت الأنقاض. وذكر شهود عيان أن نحو 50 عاملا كانوا يعملون في الموقع عند انهيار المبنى المخصص للسكن المكون من 5 طوابق، وتعمل فرق الإنقاذ على رفع الركام في محاولة للعثور على ناجين. تواصل السفارة الأمريكية عملية إجلاء موظفيها ورعاياها من جوبا عاصمة جنوب السودان بسبب الوضع المتدهور هناك. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه حكومة جنوب السودان أن مدينة جوبا ستبقى عصية على الإنقلابيين حسب وصفها، فيما قال المتمردون إن لديهم ما يكفي للانتشار في المدينة. لن يتمكنوا من السيطرة على جوبا في نهاية المطاف، وسوف نقضي عليهم، وإذا لم يستسلموا فإننا سنبيدهم عن بقرة أبيهم. إن جوبا آمنة 100%، إن الجيش لديه من القوات ما يكفي لانتشاره داخل وحول مدينة جوبا. حذرت السلطات الكندية مواطنيها من الخروج من منازلهم بسبب صعوبة الأحوال الجوية التي تضرب البلاد والقطب الشمالي، ووصلت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في البلاد، حيث انخفضت في بعض المدن إلى 34 درجة مئوية تحت الصفر. درجات الحرارة وصلت إلى مستويات قياسية في موجة البرد القارس التي تضرب معظم أنحاء كندا والقطب الشمالي. هذه الموجة جلبت معها رياحا قوية وصلت سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، في حين وصلت درجة الحرارة في تورونتو إلى 34 درجة مئوية تحت الصفر، وهي أدنى مستوى على الإطلاق لهذا العام. وفي الخارج أجبر الجو البارد والثلوج الكثيرة أجبر السائقين ومستخدمي وسائل النقل العام على التوقف عن العمل، حيث لا يتمكن الناس من البقاء في الهواء الطلق لفترة طويلة حتى لو ارتدوا ملابس كثيرة وثقيلة. ووفق الأرصاد الجوية الكندية فإن بشرة الإنسان المكشوفة يمكن أن تتجمد في أقل من 10 دقائق في ظل درجات الحرارة المنخفضة هذه، وتعد هذه هي المرة الثانية التي تعاني فيها تورونتو من مثل هذه الأجواء شديدة البرودة والعواصف الشتوية. السلطات الكندية من ناحيتها وجهت تحذيرا شديدا للسكان وطالبتهم بالبقاء في منازلهم، كما دعت المشردين الذين لا مأوى لهم إلى إيجاد ملاجئ لهم حفاظا على سلامتهم. كما أرسلت حكومة تورونتو فرقا دورية لإقناع هؤلاء الناس بالبقاء في الملاجئ للتدفئة. ووفق الإحصائيات الرسمية فإن حوالي 100 شخص يموتون من البرد في كندا كل عام. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. أعود مذكرا بأبرز ما جاء فيها من عناوين. كيري يؤكد إحراز تقدم خلال مباحثات السلام نحو اتفاق إطار، ومؤسسات ترصد تصاعد انتهاكات الاحتلال الأسبوع الماضي. اتفاق فلسطيني سوري يقضي بفك حصار مخيم اليرموك بعد انسحاب المسلحين منه، وخيمة تضامنية مع المخيم في غزة. مصر تبلغ قطر رفضها التدخل في شؤونها بعد اتهام الأخيرة لها بقتل المتظاهرين وارتفاع قتلى أمس 19. في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.